تاني حاجة هنتكلم فيها في الجزئية دي، عايزين بقى نلخص شوية موضوع الأنجلز، سواء بقى الأنجل سقوط الشمس، موقع الأرض من الشمس، في الفصول السنة، كل الحاجات دي بيبقى ظاهر قدامي إن عدد ساعات ظهور الشمس في اليوم بيختلف، والراديشن بتاع الشمس هيكون مختلف. فلما كنا بنتكلم في الجزء الاول من المحاضره كنا بنتكلم على الستاندرد كونديشن بتاعتي. دلوقتي بقى عايز اشوف السولار راديشن نفسه هيختلف بالتبعيه نتيجه اختلاف بعض الانجلز. فاحنا هنفضل كده ان شاء الله في المحاضره دي اول كام سلايد كده هنتكلم فيهم عن بعض الديفينيشنز لانجلز مختلفه، والخص في الاخر العلاقه دي بكميه السولار راديشن بتاعتي ازاي احسبها من الانجلز دي. فاول انجل هنتكلم عنه النهارده اسمه الديكلينيشن انجل او زاويه الانحراف. طبعا مقصود بالانحراف هو انحراف اشعه الشمس عن الارض. ببساطه عشان نفهم القصه دي، انا بالنسبه لي لو انا بتكلم على الماكسيمم افشنسي للسولار بانل بتاعتي، انا محتاج يكون ان زاويه سقوط اشعه الشمس على اللوح الكهربي تكون 90 درجه، يعني الشمس نازله بزاويه 90 درجه على اللوح الكهربي. ففي الحاله دي اقدر اخد ماكسيمم افشنسي من السولار بانل، تمام. لكن في الحقيقه ده ما بيحصلش، ان انا كل يوم في السنه الارض بيختلف انحرافها عن الشمس، فبالتالي زاوية سقوط الشمس على اللوح بتختلف كل يوم عن الآخر. عشان كده بنعرف النهاردة ما يسمى بالديكلينيشن أنجل. الديكلينيشن أنجل بيعبر عن الزاوية بتاعة دوران الأرض حوالين محورها والروتيشن بتاعها حوالين الشمس، اللي هو ما يسمى تعاقب الليل والنهار وتعاقب يوم أو أيام السنة من الصيف والربيع والخريف وهكذا، تمام. فالرسمه دي رسمه توضيحيه بس عشان نفهم القصه ببساطه. لو ده الشمس بتاعتي وده المحور اللي باللون الاسود، ده محور دوران الارض حوالين الشمس. طبعا احنا كلنا عارفين ان الارض بتاخد دوره، الدوره دي 365 يوم عشان تبتدي من النقطه اللي هي واقفه عندها عشان ترجع لها مره تانية. فده بيسبب تعاقب الشمس، تعاقب الصيف والربيع والخريف والشتاء، تمام. في كمان انجل اللي هي زاويه دوران الارض حوالين محورها، وده اللي بيعمل تعاقب لليل والنهار. لو احنا بنتكلم ان ده مثلا المحور بتاع الارض بتاعي اهو اللي هو قدامك ده كده، المحور ده الارض بتلف حوالين نفسها كل يوم، وفي نفس الوقت المحور ده بيتغير معايا كانجل، فهو ده اللي احنا بنسميه الديكلينيشن انجل، هو تغير المحور الرئيسي للشمس سوري للارض خلاص حوالين الدوران بتاعه. يعني الديكلينيشن ده بيبقى في الربيع وفي الخريف الاثنين اللي هو يوم 22 مارس ويوم 23 سبتمبر، بيكون الديكلينيشن انجل ده بزيرو، وبيكون اقصى درجة الانحراف للمحور ده بعيد عن الرأسي، بعيد عن الـ عن عن الفيرتيكال بتاعي، بيكون في بدايه فصل الصيف وفي بدايه فصل الشتاء. في الصيف بيكون الديكلينيشن انجل يوصل لاقصى قيمه اللي هي 23.45، وفي الشتاء بيكون ماينس 23.45. فبالتالي الانجل بتاعي او المحور ده خلاص بيختلف، فمنه بيختلف زاوية سقوط أشعة الشمس. يعني الشمس بتاعتي بتيجي من هنا بتروح على الأرض خلاص، فلما المحور ده بيختلف فالزاوية بتاعة سقوط الشمس بتختلف. فدي أول كده أنجل بالنسبة لي هي الديكلينيشن أنجل، اللي هي بتعبر عن اختلاف المحور اللي هو باللون الأسود ده، محور اللي هو بيقسم الكرة الأرضية من النص، تمام، عن الإيه، عن الفيرتيكال، تمام. ده سميناه الديكلينيشن أنجل. ده يعني رسم توضيحي عشان خاطر نبص ازاي الديكلينيشن انجل بتاعي بيختلف. ده الشمس بتاعتي، الشمس بيسقط الاشعه بتاعتها، لو ده المحور النورث والساوث وده خط الاستواء بتاعي اهو في النص كده، فبالظبط عند نقطه السنتر بشوف الزاويه بتاعتي
اللي نازل بيها اشعه الشمس على الخط الاستواء بتاعي هو ده ما يسمى بالديكلينيشن انجل، وده بيبقى اكبر ما يمكن زي ما قلت لك 23.45، ده في فصل، في بدايه فصل الصيف. لكن في الربيع والخريف بيكون اهو زاويه سقوط الشمس على المحور بتاع خط الاستواء بيكون بالظبط الزاويه بتاعه الصفر، بيكون نازل على نفس الخط بتاع خط الاستواء، وهنا في الشتاء بيكون متاخر بزاويه سالب 23.45. فعشان كده عشان نقدر نحسب الديكلينيشن انجل، واضح ان الديكلينيشن انجل بيختلف كل يوم عن الاخر، فعشان كده هو بيعتمد اللي هو الزاويه اللي اسمها الدلتا بتعتمد فقط على الداي، على اليوم. كل يوم بيكون في قيمة للدلتا مختلفة، أكبر قيمة للدلتا هي 23.45 وأقل قيمة للدلتا هي سالب 23.45، وما بينهم خلاص بتكون قيمة الدلتا. فالدلتا لو عايز أحسبها كإيكويشن هي ساين انفرس مضروبة في ساين 23.45 مضروب في ساين 360 على 365 في الدي قلنا هو اليوم، واليوم ده بنعرفه يعني مثلا يوم 1 يناير ده الدي بواحد، 2 يناير ده الدي باتنين، وهكذا تفضل تزود الايام بتاعتك. يبقى الدي ده مين؟ ده الدي بتاعك، وال 81 هنطرحها من اليوم عشان نقدر نحسب مين؟ نقدر نحسب الانجل. خلاص؟ لما يجي يطلب منك في مساله او حاجه نحسب الديكلينيشن انجل ازاي؟ تشوف هو احنا يوم ايه في السنه؟ بس من اليوم اللي انت في السنه تقدر من الايكويشن دي تحسب الدلتا. طبعا لو جبنا الكلام ده في مساله مش على حضرتك انك تقعد تحفظ الايكويشن، الايكويشن ده هيكون جيفن في الامتحان. تمام؟ فاحنا كده عرفنا اول حاجه ايه هو الديكلينيشن انجل، خلاص؟ وازاي او بيعتمد على ايه وازاي احسبه. في بقى انجل ثانيه مهمه بتعبر عن اسمها الاول الاليفيشن انجل، زاوية الصعود بتاعتي. ده بيعبر عن ايه؟ ده بيعبر عن لو انا خدت خط افقي على سطح الارض اللي هو السطح اللي هيقابل اشعة الشمس في الوقت ده، وشفت الزاوية ما بين شعاع الشمس وبين الافقي ما بين الهورزونتال، ده هنسميه الاليفيشن انجل الفا. اهو يعني شايفين كده ادي الشمس بتاعتي اهي، وده شعاع الشمس ساقط هنا على الارض، ف الزاوية اللي عاملها مع الأفقي اسمها إيه؟ اسمها ألفا. تمام؟ يبقى أي زاوية سقوط الشمس على أي منطقة في الدنيا خلاص بيعمل لها أنجل اسمها الإليفيشن أنجل ألفا. طبعًا لو الألفا دي 90 درجة، يعني لو الشمس نازلة عمودية على سطح الأرض، ده بالنسبة لي هيكون أفضل طريقة أو أفضل إفشنسي للبي في سيستم بتاعك. تمام؟ فعشان كده اسمها إيه؟ اسمها الألفا. فالالفا دي ترجعنا لحاجه كنا بنقولها في البارت الاول من المحاضره بتاعت النهارده، حاجه اسمها الزينس انجل. الزينس انجل دي اللي هي الزاويه بقى ما بين مين؟ بين زاويه سقوط الشمس وما بين الفيرتيكال، وما بين الراسي. تمام؟ فعشان كده مجموع الالفا والزيتا دي هي 90 درجه، ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. اولا عشان نحسب الالفا عندك في طريقين، لما تكون عارف الزينس انجل خلاص وتقول ان هي الالفا زائد الزينس انجل ب 90 درجه، او لو انت اصلا ما تعرفش زاويه سقوط اشعه الشمس على الفيرتيكال او على الهوريزونتال، هنلجا بقى ان احنا نعرفها باستخدام الدلتا. الدلتا اللي احنا لسه كنا معرفينها اللي هي اسمها الديكلينيشن انجل، اللي هي زاويه الميل محور الارض حوالين الفيرتيكال بتاعي. تمام؟ وده اللي بيعتمد على احنا في اي يوم من السنه. فعشان كده الايكويشن بتاعت الالفا اللي هي الاليفيشن انجل هي بتساوي 90 ناقص فاي بلس دلتا. طب الدلتا دي الديكلينيشن انجل اللي انا لسه قايلها من شويه اللي بتعتمد على احنا في اي يوم من السنه. مين هي الفاي؟ الفاي ده بنسميه اللاتيتيود انجل. اهي اللاتيتيود انجل ده اللي هو دوائر العرض. احنا كل بلد لها ما يسمى بخطوط طول ودوائر عرض، فبالتالي دايرة العرض بتاعت البلد اللي انت قاعد فيها، زي مثلا احنا هنا في مصر دايرة العرض بتاعتنا مثلا 24 او 23 او 22 حسب الاماكن اللي احنا موجود فيها من شمال مصر الى جنوب مصر. فدي اللي هي الالفا بتاعتي، دي اللي هي الانجل اللي هي خط الايه، خط العرض بتاعي كام درجة. والدلتا زي ما احنا قلنا اللي هو الديكلينيشن انجل، لو طرحت الاتنين دول من ال 90
اطلع عندي ما يسمى بمين؟ ما يسمى بالالفا اللي هي الاليفيشن انجل. يبقى انا كده دلوقتي اقدر اجيب الاليفيشن انجل من معلوميه الديكلينيشن انجل واللاتيتيود انجل، تمام؟ او في علاقه تاني اللي هي العلاقه اللي تحت دي برضو مش عليك، مش على حضرتك انك تحفظها، بس لو انا جبتها لك في الامتحان تقدر ان حضرتك تستخدمها. ان الالفا اقدر احسبها من ساين انفرس مضروبه في ساين دلتا اللي احنا لسه قايلين عليها للديكلينيشن انجل، مضروبه في ساين فاي اللي هي اللاتيتيود انجل، بلس كوزاين دلتا في كوزاين فاي في حاجه اسمها كوزاين الاتش ار اي. الاتش ار اي ده اللي هو الاور انجل، وده هنشوف تعريفه ان شاء الله كمان 3 4 سلايد كده هنشوف ايه هو الاور انجل. خلاص دي انجل هنقدر نحسبها، وبمعلوميه الاور انجل ومعلوميه الفاي والدلتا اقدر احسب مين؟ اقدر احسب الالفا. يبقى انا في عندي تو فورمولا اقدر احسب بيهم مين؟ اقدر احسب بيهم الالفا اللي هي الاليفيشن انجل. زي ما قلت لك ان الاليفيشن بربطها دايما بمين؟ بالزينس انجل اهو. لو انا كده دلوقتي عرفت من الايكويشن اللي فاتت الالفا، اقدر اقول ان الزينس انجل اللي احنا كنا بنتكلم فيها في البارت الاول من المحاضره اللي احنا كنا بنحسب منها الاي ام اللي هو الاير ماس، الزاويه الزيتا دي اللي هي الزينس انجل هي عباره عن 90 ناقص الفا. يبقى لو انا حسبت الالفا منين؟ من السلايد اللي فات، من الدلتا ومن الفاي، اقدر احسب منهم مين؟ اقدر احسب منهم الزيتا اهو. وده هنا دياجرام مبين اهو ان لو ده شعاع الشمس اللي نازل على سطح الارض، فالزاويه ما بين سطح الارض وما بين شعاع الشمس هو الالفا، والفيرتيكال بتاعه هو مين؟ هو الزينس انجل زيتا، تمام؟ فمنهم اقدر احسب مين؟ اقدر احسب الزيتا واقدر احسب الالفا. احنا كده دلوقتي اتكلمنا فقط عن كام انجل؟ اربعه. اتكلمنا عن الدلتا ديكلينيشن انجل، الفاي اللاتيتيود انجل، والالفا الاليفيشن انجل، والزيتا اللي هي الزينس انجل. فاضل لي بس انجل واحده كمان هتكلم عنها ونشوف العلاقات دي كلها ببعضها. طيب الزاويه الاخيره بقى اللي معانا في الجزئيه دي هي الاثيموث انجل. خلاص الاثيموث انجل ده يعتبر زي البوصله لاتجاه الشمس من مشرقها الى مغربها. يعني الرسمه اللي موجوده قدامك دي لو ده النورث وده الساوث، النورث مثلا بنقول عليه انجل 0 والساوث انجل 180، فهنا الايست الشرق والغرب ايست والويست 90 و270. فلو دي سطح الارض اهو اللي هو باللون الاخضر ده، وده شعاع الشمس اللي هينزل هنا كده، دي الانجلز اللي احنا كنا قاعدين بنتكلم فيها اللي هي الالفا والدلتا وازاي احسبهم من بعض. ايه بقى الاثيموث انجل؟ دي بقى الزاويه ان من ساعه لما الشمس بتشرق من الايست من الشرق الى ان تغرب عند الويست، الانجل اللي بالعرض دي. خلاص يبقى احنا الانجلز الثانيه كان دي الانجلز اللي هي فيرتيكال، خلاص ما بين شعاع الشمس وبين الفيرتيكال وبين الايه الهورزونتال. لكن الاثيموث هو ان بيعبر عن الانجل بتاعتي من شروق الشمس الى غروب الشمس. طبعا بيختلف شروق الشمس وغروب الشمس زي ما احنا قلنا اختلاف فصول السنه، يعني في فصول السنه في الصيف بيكون عدد ظهور الشمس بيكون اكبر، في الشتاء بيكون اقل. فانا بالنسبه لي لو انا اللوح الشمسي اقدر احركه للشرق في بدايه اليوم الى الغرب في نهايه اليوم، يبقى انا كده بعمل ايه؟ بحرك الاكس بتاع السولار سيل بتاعتي بالاثيموث انجل عشان يقدر ياخد اكبر كميه راديشن للشمس، تمام؟ فده اللي بيعبر عنه مين؟ الاثيموث انجل بتاعتي. اقدر احسبها ازاي؟ هي كوزين انفرس ساين دلتا كوزين فاي، دي فاي مش سيتا يعني، ماينس كوزين دلتا ساين فاي في كوزين الاور انجل على كوزين الفا. يعني هي بتعتمد على الحاجات اللي احنا الانجلز اللي احنا قلناها اللي هي الالفا والفاي والدلتا والاور انجلز، تمام؟ ده عشان اعبر عن او دي البوصله لظهور الشمس من بدايتها الى نهايتها. دي بقى مثال توضيحي لربط الانجلز دي كلها ببعضها، الاربعه انجلز اللي احنا قلناهم الالفا والدلتا والزيتا والفاي فين على الرسمه؟ يعني ازاي اعرفهم من رسمه زي دي؟ اول حاجه عشان نفهم بس الرسمه احنا عندنا في حاجتين رئيسيتين. اول حاجه ان ده محور الارض بتاعي اهو،
ده خط الاستواء اهو كده بالعرض، وعليه 90 درجة، ده النورث وده الساوث بتاعي. فالزاوية ما بين الفيرتيكال اهو وما بين الشمال خلال يوم من ايام السنة اسمه دلتا. يبقى الدلتا هنا هي الزاوية ما بين محور الارض وما بين الفيرتيكال، ده اللي هو مين؟ اللي هو الديكلينيشن انجل. فلو هنا دي اشعة الشمس بتاعتي جاية من المشرق من الشروق، خلاص نازلة على الارض بتاعتي. الانجل زي ما احنا قلنا اللي هي الالفا، اللي هي ما بين مين ومين؟ ما بين المحور بتاعي وما بين النورث. يعني لو انا كده الشعاع ده نازل كده 90 درجة اهو، فهو ما بين الشعاع اللي نازل وما بين الايه؟ الاكتويتور او خط الاستواء بتاعي. تمام؟ طيب ده بس اشعة الشمس، وده المحور او الانجل ما بين المحور الارض وما بين الفيرتيكال. تمام؟ طيب عايز بقى اشوف فين الانجل بقى، الالفا والزيتا والفاي في الرسمه بتاعتي. عشان نقدر نشوف الرسمات الزوايا دي، احنا يهمنا زاويه سقوط اشعه الشمس على الارض. لو احنا بصينا كده، ده شعاع الشمس اهو اللي هو لونه برتقاني، ده لونه اورنج، ده شعاع الشمس بتاعي. لو انا جيت، هو الشمس هتيجي على فين؟ مش هتيجي عند النقطه دي، هتيجي على اول حاجه في الارض هتقابلها. ده الاول حاجه في الارض اللي هو الخط اللي انا رسمه ده، عمودي 90 درجه اهو على سطح الارض، ده اللي هو بنسميه اللاتيتيود بتاعي. فلو ده الانجل عليه اهو 90 درجه اللي هي الزاويه دي كده، وده شعاع الشمس، فالانجل ما بين زاويه سقوط الشمس وما بين الفيرتيكال على سطح الارض اللي هينزل عليه شعاع الشمس، هو ده اللي احنا سميناه الزينس انجل، اللي احنا حسبنا منه الارمس، اللي هو بالمناسبه اقدر اقول ان هو عباره عن الفاي ماينس الدلتا. طيب ما هو المفروض ان ال 90 درجه بتاعته اللي هي الزاويه دي كده، شايفين دي اهي اللي هي هنا دي كده معلمها هو بالازرق اهو، دي اللي هي الاليفيشن انجل، دي اللي هي الالفا، عشان يبقى مجموع الالفا زائد الزيتا بكام؟ 90 درجه، او ان الفاي ماينس الدلتا بكام؟ ب 90 درجه. انا كده شفت فين الزيتا على الرسمه وفين الالفا بتاعتي، وقلنا ان دي هي مين؟ دي هي الدلتا. فاقدر كمان اعرف او اشوف شكل مين؟ شكل الفاي. ادي الفاي بتاعتي اهي كمان عشان نبقى شايفينها اهو، دي الزيتا. فين الفاي؟ الفاي ما بين الانجل بتاعه الفيرتيكال بتاعتي وما بين الخط بتاع الاستواء بتاعي. تمام؟ هي دي اللي اسمها مين؟ اسمها فاي. يبقى دي كلها كده فاي، من اول النقطه دي لغايه النقطه دي فاي، ومن اول ده لحد ده الدلتا. يبقى الزاويه فاي ناقص الدلتا هي مين؟ هي دي الزينس انجل. يبقى دي كده الحته الصغيره دي هي الزينس انجل، اللي هي بتساوي مين؟ بتساوي الجزئيه دي كده. تمام؟ احنا كده شفنا على رسمه من الرسومات اللي قدامنا الالفا والدلتا والفاي والزينس انجل اللي هي الزيتا. دلوقتي بقى بعد ما شفنا القصه بتاعت الانجلز وان ازاي في عندك تو انجلز رئيسيين، الاليفيشن انجل اللي هي الحركه الافقيه والراسيه، اللي هي البليتس بتاعت السولر بتاعي تكون افقيه او راسيه حسب زي ما نقول كده عليها السانز بوزيشن، حسب مكان تواجد الشمس. والاثيموث انجل اللي هي بتعبر عن الحركه بقى يمين وشمال من مشرق الى المغرب بتاع الشمس، بحيث ان انا اللوح الشمس بتاعي يوصله اكبر كم من الراديشن، فاقدر استفاد باكبر قيمه او باكبر طاقه ممكنه. فعشان كده احنا في الجزئيه دي اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي هنتكلم عن حاجه اسمها السولار تايم، الوقت الشمس، وقت ظهور الشمس. طبعا وقت ظهور الشمس عشان اقدر احسبه في اليوم بيعتمد على حاجات كتيره جدا، بيعتمد على البوزيشن بتاع المكان اللي انا هحطه في الخلايا الشمسيه، خطوط الطول، دوائر العرض، الصيف، الشتاء، كل دي عوامل بتدخل او بتكون بتساعدني عشان احسب السولار تايم. فعشان كده لما نيجي نتكلم على السولار تايم فاحنا بنتكلم عن الحاجتين دول، اللي هو الاسموس انجل اللي هي الزيتا، والاليفيشن انجل اللي هي الالفا.
هما دول المفتاحين الرئيسيين لان احنا نفهم الاورينتيشن بتاع البي في سيستمز بتاعتي، تمام؟ فلو انا قدرت ان انا افهمهم واحسبهم بدقة كده، يبقى انا اقدر احسب السولار تايم بتاعتي. طيب عشان نتكلم على موضوع السولار تايم وازاي ان انا احسب التايم، عدد ساعات الشمس، ان احنا في الاول والاخر انا يهمني من الخلايا الشمسية ان اتكلم على قيمة الانرجي اللي هتطلع من الخلايا الشمسية. فالانرجي هي عبارة عن الباور اللي بتقدر السيل الواحدة تطلعها في التايم. فعشان كده انا كل ما قدرت اخد تايم اكبر، كل ما خدت انرجي اكبر من السولار سيستم، تمام؟ فعشان كده لازم نعرف او نعرف بعض الديفينيشنز اللي هتساعدني في الحسابات بتاعتي. زي ايه الديفينيشنز دي؟ هنعرف حاجة اسمها اللوكال سولار تايم، ال LST، واللوكال تايم. ايه اختلاف اللوكال سولار تايم عن اللوكال تايم؟ اللوكال سولار تايم ده بيديفاين الوقت اللي بيكون فيه الشمس بتاعتي فيري هاي، يعني وقت الذروة، وقت النون، خلاص وقت الظهيرة، ده مفروض ان هو اعلى درجة بيكون فيها الشمس او بيكون فيها الراديشن بتاعتي. فمن المتعارف ان اللوكال سولار تايم بيكون عند الساعة 12، 12 الظهر، هو ده اللوكال سولار تايم. لكن في الحقيقة ان اللوكال سولار تايم مش شرط يكون الساعة 12، ممكن يكون مختلف شوية بعد 12 او قبل 12، حسب بقى مين، حسب الاورينتيشن بتاعة الارض، خلاص، واللي هو بنسميه بقى ايه، خطوط الطول. خطوط الطول بتاعتي بتخلي ان الدي لايت بتاعي بيختلف، او وقت النون بتاعتي بيكون مختلف. عشان كده بنحسب له ما يسمى باللوكال تايم. اللوكال تايم ده بيشوف الفاريشن عن اللوكال سولار تايم. اللوكال سولار تايم الساعه 12، اللوكال تايم ممكن يكون قبل 12. فبالتالي ازاي ان انا احسب اللوكال سولار تايم او اللوكال تايم بتاعي عشان منه اقدر احسب الانجلز بتاعتي اللي هي الاثموث انجل والاليفيشن انجل بدقه، تمام؟ طيب عشان نقدر نحسب اللوكال سولار تايم محتاج ان احنا نمشي خطوه خطوه، في 3 4 خطوات كده هنمشيهم للوصول لمعادله احسب بيها اللوكال سولار تايم بتاعتي. اول حاجه بنعرف برضو تعريف تاني اسمه اللوكال ستاندرد تايم ميريديان. ده ستاندرد او ده ريفرنس، خط طول بتاع المنطقه اللي انا موجود فيها. يعني زي ما هو باين كده في الشكل عندك، احنا في عندك ريفرنس مشهور جدا في خطوط الطول اللي احنا بنسميه البرايم ميريديان، خلاص. البرايم ميريديان ده اللي هو خط جرينتش، طبعا الناس كلها تعرف خط جرينتش. خط جرينتش ده اللي هو الخط اللي بيبقى معدي طولي في نص الكره الارضيه بالظبط. ده بنقول ان اللونجيتيود بتاعته او خط الطول ده بصفر ديجري، ده الجرينش، ده الريفرنس بتاعي. البلد بقى اللي انا مثلا عايز احط فيها الخلايا الشمسيه، وليكن مثلا الحته دي امريكا الجنوبيه، يعني دي المنطقه دي مثلا البرازيل. لو انا مثلا عايز احط الخلايا الشمسيه في مكان زي ده، بشوف الخط الطولي اللي هو باللون الاسود ده مكانه فين بالنسبه لخط جرينتش، تمام؟ الخط ده كده المسمى بتاعه اسمه لوكال ستاندرد تايم ميريديان. يبقى اللوكال ستاندرد تايم ميريديان ده خط طولي، خلاص، عايز اجيب او اشوفه هو بكام، بحسبه كورسبوندنج لللونجيتيود الرئيسي اللي هو البرايم ميريديان بتاعي او اللي هو جرينتش، تمام؟ يبقى انا لوكال سولار تايم ده انا بحسبه للمكان، خط الطول بتاع المكان، ايه، بتاع المكان اللي انا هحط فيه الخلايا الشمسيه، وبحسبه از ايه، از ريفرنس من الجرينتش مين تايم. طبعا الايكويشن بتاعت اللي انا بستخدمها ان اللوكال سولار تايم ميريديان بيساوي 15 ديجري، 15 درجه، مضروب في فرق التايم بجرينتش. يعني مثلا احنا في مصر فرق التايم بيننا وبين جرينتش ساعتين. يعني ال اس تي ام بتاعتنا او اللوكال ستاندرد تايم ميريديان بتاعنا هو 30 درجه، تمام؟ فانت بتروح تشوف فرق التوقيت ما بين المكان اللي انت تحط فيه السولار سيل بتاعتك فرق قد ايه عن الجرينتش، وبتضربه في 15 عشان تحوله الى ديجري. يبقى في الاخر اللوكال ستاندرد تايم ميريديان
هو بعبر بالديجريز بالدرجات فرق الخط بتاعي او اللونجيتيود بتاعي عن الايه الجرينتش. طيب لما انا دلوقتي حسبت من فرق التايم حولتها الى ديجريز لللوكال سولار تايم ميريديان، ازاي بقى ان انا يساعدني في حساب اللوكال سولار تايم او اللوكال تايم؟ عشان نقدر نحسب الايكويشن بتاعت اللوكال تايم او اللوكال سولار تايم بدخل معايا جزء بقى يسمى بالكوركشن، خلاص ان الكوركشن في التايم. ففي حاجه اسمها الايكويشن اوف تايم، دي امبريكال ايكويشن، ايكويشن اوف تايم الاي او تي اسمها ايكويشن اوف تايم، ده امبريكال ايكويشن. يعني ايه امبريكال؟ امبريكال دي يعني معادله محفوظه ليس لها اثبات، دي بتيجي من الاكسبيرمنتال ان هم الناس قعدوا يجربوا لغايه لما وصلوا للفورميلا دي كده. طبعا برضو الفورميلا دي مش على حضرتك انك تحفظها، دي بتكون جيفن فين؟ بتكون جيفن في الامتحان. تمام، دي بيطلع لك التايم بالمينت، يعني الاي او تي ده التايم بالمينت. التايم بالمينت لايه؟ للكوركشن نتيجه اختلاف الارث اوربت خطوط الطول والاكس تلت وخطوط العرض. لما بيبقى فيه شويه اختلافات في خطوط الطول ودوائر العرض نتيجه اختلاف الايام، خلاص، فده بيخلي ان يبقى فيه فرق في التايم بتاع النون دقايق. يا ترى الدقايق دي قد ايه؟ بتعتمد على الايه الايكويشن اوف تايم اللي هو كلها معادله في رمز اسمه البي، والبي ده هو عباره عن 360 على 365 في الدي ناقص 81، والدي ده اللي هو الدي. احنا النهارده مثلا يوم كام في السنه؟ النهارده اليوم ال 300 في السنه، يبقى البي دي اطلع قيمه احسب منها قد ايه الايكويشن اوف تايم، يبقى ده كوركشن نتيجة اختلاف دوائر الطول وخطوط العرض. من الايكويشن اوف تايم اقدر احسب حاجة تانية وهي التايم كوركشن. احنا الانرجي سوري الايكويشن اوف تايم طلع لي في الاخر الفرق نتيجة الارث اوربت والارث تلت، خلاص الدوائر اختلاف دايرة الطول وخطوط العرض لدوران محور الارض حوالين محورها. تمام، جميل قوي. ففي بقى التايم كوركشن، التايم كوركشن برضو بالمينت ده بيقدر يحسب لي الفاريشن اللي بتحصل في اللوكال سولار تايم. يبقى ده كده هو الحاجه اللي هتربط اللوكال تايم باللوكال سولار تايم، اختلاف الوقت النون بتاعي هو الكوركشن او التايم اوف كوركشن اللي اسمه التي سي. فالتي سي نقدر نحسبه عن طريق الايكويشن دي، ان التي سي ايكوال 4 مضروبه في اللونجيتيود ماينس ال اس تي ام، اللوكال ستاندرد تايم ميريديان اللي احنا حسبناه في السلايد اللي قبل اللي فاتت، خلاص، اللي هو بيعتمد على فرق التوقيت بتاعي مضروب في 15. اللونجيتيود ده دايره الطول بتاع المكان اللي انا هحط فيه السولر، يبقى هطرح ده من ده واضربه في 4، والاربعه دي بالمناسبه ليه الرقم 4؟ ده دوران ان الارض بتدور حول نفسها درجه كل 4 منت، يعني كل 4 دقائق الارض ايه بتلف لف بتلف درجه. تمام، 4 دقائق كمان تلف درجه كمان وهكذا، فعشان كده ضربنا هنا الايكويشن في كام؟ في 4 مضروبه في الايكويشن اوف تايم او بلس الايكويشن اوف تايم. خلاص كده قدرت احسب ما يسمى بالتي سي او التايم كوركشن. نوصل بقى للمعادله الاخيره اللي هي اللوكال سولار تايم، هو بيساوي اللوكال تايم مجموع عليه الكوركشن او التايم كوركشن مقسوم على 60. خلاص يبقى انا من شويه الايكويشن اللي موجودين عندي دول، خلاص ازاي احسب اللوكال سولار تايم ميريديان، ازاي احسب الايكويشن اوف تايم، ازاي احسب التايم اوف كوركشن، ومنها اوصل لاخر ايكويشن اللي هي اللوكال سولار تايم ازاي احسبه بالكوركشن بالتايم كوركشن من اللوكال تايم بتاعي. تمام، هنا بقى تلخيصا لكل القصه بتاعتنا اللي فاتت عشان حضرتك تقدر تحسب التو ايكويشن. فاكرين التو ايكويشنز دول اللي هو الديكلينيشن انجل اللي هي دلتا اللي هي كانت بتساوي 23.45 ديجري ساين 360 على 365 في دي ناقص 81. تمام،
ده الايه، ده الديكلينيشن انجل. وال الاليفيشنز بتاعتي اللي هي الالفا، تمام، دي الايكويشن بتاعت الالفا كانت بتعتمد على حاجه اسمها الاتش ار اي اللي هو الاور انجل بلس، والاثموث انجل اللي هو بقى الدوران من الشرق للغرب برضو هنا كان بيعتمد على فاكتور اللي هو الاتش ار اي اللي هو الاور انجل. عشان كده احنا هنا في الايكويشن بقى عشان نقدر نحسب الديكلينيشن ونحسب الاثموث والاليفيشن، الثلاثه ايكويشنز دول، تمام، محتاجين ان احنا نعرف ازاي نحسب الاور انجل. يبقى احنا رحنا حسبنا اللوكال ستاندرد، اللوكال سولار تايم، عشان ابدا احسب منه الاور انجل. ايه الاور انجل؟ الاور انجل هو بيكونفيرت اللوكال سولار تايم اللي احنا حسبناه في الايكويشن اللي فاتت، خلاص، من نمبر، من رقم، من وقت دقائق، الى ديجري، درجات، خلاص، يبقى يحولها في الاخر الى ايه؟ الى ديجري. ده الاور انجل هو عباره عن 15 ديجري مضروب في اللوكال ستاندرد تايم اللي احنا حسبناه في الايكويشن اللي فاتت ناقص 12. خلاص، طبعا احنا لو بنتكلم وقت الظهيره الساعه 12 بالظبط يبقى 12 ناقص 12 بصفر، فالاور انجل بتاعتها هتكون بكام؟ هتكون بزيرو. يبقى انا هنا ده بالنسبه لي هو وقت النون او وقت الظهيره بتاعتي، تمام. فاللوكال تايم عند اي تايم مختلف عن وقت الايه، وقت الظهيره، احطه في الايكويشن واحسب منه الاور انجل، ومنه اقدر احسب الاليفيشن انجل والاثموث انجل. فاحنا من اول المحاضره الثانيه اللي احنا بداناها قعدنا نتكلم شويه عن انجلز مختلفه، قعدنا نقول ازاي ان انا بحرك ده شمال وبحرك ده يمين وبيعتمد على ايه، وحسبنا ايكويشنز كتيره جدا عشان نوصل في الاخر الى اني اقدر احسب الدلتا والالفا والاثموث انجل، تمام. دي بقى برضو رسمه كده تلخيصيه للكلام اللي احنا بنقوله عشان نحسب منه السولار راديشن بتاعي. احنا كل الانجلز اللي احنا قاعدين بنتكلم فيها، الزوايا، الالفا والكلام ده كله، هو في الاخر محتاج ان انا اقدر اطلع منه هو الراديشن اللي هيكون عندي شكله ازاي وهيعمل ايه. فنركز مع بعض بقى في الرسمه دي. لو ده شعاع اللي هو باللون الاصفر، ده شعاع الشمس اللي جاي من الشمس دايركت، تمام. اتفقنا ان زاويه سقوطه على الارض على الهورزونتال بلين اسمها الالفا، خلاص، دي اللي هي الاليفيشن انجل. جميل، حلو. لو ده اللوح الخلايا الشمسيه، خلاص، لو هو اللوح ده عامل زاويه اسمها بيتا، البيتا دي زاويه ميل اللوح على الهورزونتال بلين، عامل زاويه اسمها ايه؟ اسمها بيتا. فلو ده شعاع الشمس بتاعي اهو نزل على اللوح الخلايا الشمسيه، السيل بتاعتي او الموديول بتاعي، فالزاويه اللي بيعملها شعاع الشمس على السطح بتاع الموديول هو عباره عن مجموع حاجتين، هو الفا زائد بيتا. احنا قلنا ان الالفا ما بينه وبين الافقي، يعني احنا خدنا الخط اللي هو متهشر باللون الاحمر ده، ده الافقي بتاعي، ده الهورزونت، تمام، وده شعاع الشمس. يبقى الزاويه دي اسمها ايه؟ اسمها الفا، اللي هي دي، هي دي بالظبط. وقلنا بيتا هي مين؟ هي الزاويه ما بين البلين وما بين الهورزونتال، اهو بيتا دي هي بيتا دي، فيبقى الانجل دي كلها كده اللي هي الفا زائد ايه؟ الفا زائد بيتا. طبعا لو انا بقى عايز اوصل لماكسيمم افشنسي واقصى باور اقدر اخدها من الموديول بتاعي، لو الالفا والبيتا دول قدرت اخليهم يوصلوا ل 90 درجه، خلاص، ده اقصى حاجه، تمام. يبقى انا ده لو قدرت اعمل الحركه دي يبقى ده كويس جدا. يبقى انا لو قدرت بقى كل شويه احرك الموديول ده لفوق او لتحت بحيث ان شعاع الشمس لما يتغير معايا الانجل بتاعته اقدر دايما اخلي الالفا زي البيتا 90، كده انا وصلت للماكسيمم افشنسي، تمام. عشان كده احنا محتاجين كنا نفهم يعني ايه الاليفيشن انجل بتاعت الموديول، ازاي ان انا احسبها وايه الحاجات اللي بتاثر فيها. فانا لو رسمت مثلث كده اللي هو المثلث ده راسه هنا وده نهايته وده بدايته من هنا وده نهايته من هنا، المثلث اللي انا مشاور عليه ده كده،
الوتر بتاعه اللي هو اس انسيدنت اللي هو شعاع الشمس اللي جاي لي على الموديول، وده الاس هورزونتال، والخط المتهشر ده هنحسبه مع بعض. ده مثلث قائم الزاويه، الانجل بتاعته اسمها الفا. وفي كمان مثلث تاني اللي هو الاس انسيدنت، وحاجه تانيه اسمها الاس موديول، خلاص، وعامل زاويه 90 درجه. ايه الاس موديول ده؟ ده لو انا بقول ان الموديول بتاعي نازل ب 90 درجه، فين؟ ب 90 درجه على الايه؟ على الشمس. يعني لو انا بقول ان الاس انسيدنت دي اي زاويه غير ال 90، والاس موديول ده اللي هو الماكسيمم افشنسي بتاعتي اللي هو كام؟ اللي هو عامل زاويه 90 درجه مع الموديول بتاعي، ده اقصى حاجه. طيب يبقى انا عايز اجيب علاقه تربط الاس موديول بالاس انسيدنت، تمام. ايه هي العلاقه دي؟ من مثلث، شايفين المثلث ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو من هنا لهنا لهنا، دي زاويه 90 درجه ودي الفا زائد بيتا. فلو انا عايز اعبر عن الاس عن اس موديول، يبقى هو بيساوي الاس انسيدنت مضروب في كوزاين سوري ساين الفا زائد بيتا، خلاص. انا ده كده حسبت مين؟ حسبت علاقه الاس موديول بالاس انسيدنت. طب لو عايز اعبر عن الاس موديول بالاس هورزونتال، هروح بقى للمثلث التاني اللي احنا قلنا عليه اللي هي الزاويه بتاعته اسمها ايه؟ اسمها الفا. انا عارف ان الاس انسيدنت ده الوتر، فالاس هورزونتال هو عباره عن مين؟ هو عباره عن اس انسيدنت مضروب في ساين الفا. يبقى انا لو عايز اشيل الاس انسيدنت من الايكويشن، احط مكانها اس هورزونتال مقسوم على مين؟ مقسوم على ساين الفا، جميل. فعشان كده ممكن اوصل للايكويشن اللي تحت، ان ايه علاقه الاس موديول بالاس هورزونتال؟ ان الاس موديول يساوي الاس هورزونتال مضروب في ساين الفا زائد بيتا على ساين الفا، تمام. انا كده عرفت الايكويشنز بتاعتي اللي بتربط. طبعا الاس ده هو اختصار للسولار راديشن، يعني السولار راديشن اللي جاي على الموديول، خلاص، يساوي السولار راديشن الهورزونتال مضروب في ساين الفا زائد بيتا على ساين الفا، والالفا اللي هي الاليفيشن انجل، والبيتا اللي هي زاويه ميل الموديول على الهورزونتال، تمام. ده برضو صوره توضيحيه للخلايا الشمسيه بتاعتي، والحركه بقى الافقيه والراسيه الاثنين مع بعض. يعني لو ده شعاع الشمس اهو اللي باللون الاحمر نازل على اللوح الشمسي، فاحنا اتفقنا ان اللوح نفسه بيعمل انجل مع الهورزونتال اسمها ايه؟ اسمها بيتا، خلاص. دي الزاويه ما بين اللوح والهورزونتال بلين، تمام، اهو اللي هو الهورزونتال بلين اللي هو باللون الاخضر ده كده. والالفا اللي هي المفروض زاويه سقوط اشعه الشمس على مين؟ على الافقي، على الارض، خلاص، على الهورزونتال بلين، ده اللي هي اسمها الالفا. يبقى انا كده دي حاجه. تاني حاجه ده اللي هو بيعبر عن الالتيتيود بتاعي او الخط الطول اللي انا موجود فيه. في كمان الاثمث، خلاص، اهو الاثمث ده اللي هو ايه؟ الدوران بقى يمين وشمال، يعني ان انا اخلي البلين ده البليد ده سوري السيل دي بدل ما هي تتحرك لتحت والفوق اخليها تتحرك يمين وشمال، خلاص كده وكده، بحيث ان انا اخد من الشروق للغروب اكبر كميه من اشعه الشمس اللي موجوده عندي. ده برضو هنا برضو بيوري لك الشكل ازاي ده بيحصل في الحقيقه. اللي بيحصل في الحقيقه ان انا بجيب البيفوت كده بثبت عليه الخلايا الشمسيه، وببقى متثبت عليه ميكانيزم، الميكانيزم ده يخليه يلف زي ما انتم شايفين كده لتحت والفوق بانجل، ده اللي هي الاليفيشن انجل، من 5 درجات ل 75 درجه حسب اليوم اللي انا محتاج فيه الخلايا الشمسيه عشان اوصل للزاويه 90 درجه. وكمان الاثمث بتاعي اللي هو يمين وشمال محتاج بس من صفر لكام؟ ل 270 درجه من الشرق الى الغرب، تمام. فده كده اقدر اوصل لمين؟ ده للسولار راديشن بتاعي، اخد اقصى ما يمكن من السولار راديشن. احنا كده الجزء ده استفدنا منه ان احنا عرفنا بعض المعادلات اللي بتحسب لي الزوايا والانجل اللي بظبط بيها السولار سيل بحيث ان انا اخد اكبر افشنسي منها. ودي حاجات مهمه جدا ان احنا
السولار مش بس ان انت بتحط خلايا وبتحول الطاقة الشمسية الى طاقة كهربية، لا الموضوع فعلا محتاج ان يبقى فيه ضبط زوايا معينة بطريقة معينة عشان اخد اقصى استفادة من الخلايا الشمسية الموجودة. اخر حاجة بقى نتكلم فيها ان شاء الله في المحاضرة حاجة بسيطة كده، وهو ايه العوامل اللي بتأثر في الكاركترستكس او في خصائص الاي في كيرف. احنا اتفقنا مع بعض قبل كده ان علاقة الكارنت بالفولت ككاركترستكس في السولار سيل هو ان في كارنت اسمه الاي شورت سيركت بيفضل كونستنت لغاية فترة معينة، وبعد كده بيحصل له ايه؟ بيحصل له ديكريزنج لحد ما يوصل لنقطة اسمها الفي اوبن سيركت. وقلنا ان اقصى نقطة اللي هي الماكسيمم باور بوينت هي النقطة اللي انا مشاور عليها دي اللي عندها اقصى استفادة. لكن في حاجات بتخلي الكيرف ده نفسه بيختلف، زي ايه؟ زي تأثير التمبريتشر. احنا عارفين ان احنا لما بنحط الخلايا الشمسية المفروض هي معرضة للشمس فبتسخن. احنا اتفقنا ان احنا بنحول الراديشن خلاص الاشعاع الشمسي الى طاقة كهربية، مش بحول درجة الحرارة خلاص. يعني ان عشان الناس ما تفكرش ان احنا يا جماعة ما بنحولش حرارة، احنا اللي بتحول هو الراديشن بتاعه. لكن الخلايا طول الفترة اللي متعرض ليها للشمس خاصة في فصل الصيف درجة حرارة السل بتزيد، وده بيأثر على عملية انتقال الشحنات بتاعتي من ال N type إلى ال B type. لو الناس تفتكر في المحاضرة بتاعت الأسبوع اللي فات لما كنا بنتكلم إزاي بتنتقل الشحنات الكهربية من داخل ال P-N junction. فبالتالي دي equation بتوريني شكل تأثير درجة الحرارة على ال V open circuit. لو احنا بصينا على الكيرف اللي قدامنا هلاقي ان درجة الحرارة مش بتأثر بالتأثير الكبير في قيمة الشورت سيركت كارنت اكتر ما هي بتأثر على قيمة الاوبن سيركت فولتج. فالتأثير بتاعها ان كلما زادت درجة الحرارة كلما قل الاوبن سيركت فولتج، تمام؟ فبالتالي بتقل الماكسيمم باور بوينت اللي انا اقدر اخدها من السلم. فبالتالي من الحاجات اللي انا ما بحبهاش هي درجة الحرارة، لان درجة الحرارة بتقلل كمية الباور اللي انا باخدها من الخلايا الشمسية. طبعا ده دايجرام مبين لك ان احنا مثلا لو درجة الحرارة 0 لحد 75 خلاص، اعتقد يعني ان درجة الحرارة مش هتوصل اكتر من 75 على الخلايا الشمسية، ان ده في الحالة اللي هو باللون الازرق ده عند درجة حرارة 25، ده عند ال STC الستاندرد تمبريتشر الستاندرد تيستنج كونديشن. ده الكيرف اللي هو باللون الازرق. لما درجة حرارة وصلت 50 ده اللي هو الكيرف اللي باللون الاورنج، ولما درجة حرارة زادت لغاية 75 ده الكيرف اللي باللون الاحمر. فواضح جدا ان ايه اللي بيقل عندك جدا السلوب بتاعك اللي هو عند ال V open circuit. عشان كده هنا كتبنا الايكويشن بتعبر عن قيمة ال V open circuit عند اي temperature بتساوي ال V open circuit عند ال STC ال standard testing condition بلس الفا مضروبة في T اللي هي درجة الحرارة ناقص ال 25 ديجري سنتيجريد، تمام؟ الالفا ده اسمه thermal coefficient، هو في السيلز بتكون تقريبا نيجاتيف 2.2 ملي فولت بير ديجري سنتيجريد مضروب في النمبر اوف سيلز. فده مثال كده بسيط ان انا لو عندي 36 سيل موديول متكون من 36 سيل درجه الحراره ارتفعت الى 75 ديجري، وكانت الفي اوبن سيركت ات الاس تي سي ات الستاندرد تمبريتشر كونديشن كان 21.7. عايزين نعرف الفي اوبن سيركت عند درجه حراره 75، اروح استخدم الايكويشن اللي فوق اقول ان ال V open circuit عند درجة حرارة 75 بتساوي ال V open circuit at the testing condition اللي هو 21.7 plus alpha T minus 25. T بكام؟ 75، والالفا هو مديها لك minus 2.2 ملي فولت بير ديجري سنتيجريد نمبر اوف 6. يبقى انا هروح اضرب سالب 2.2 اضربها في 36 خلاص يطلع لي اهو سالب 0.0022 عشان احول من ملي فولت الى فولت، واضربه في 36 واضربه في فرق درجه حراره 75 ناقص 25 ب 50، يطلع ان الفي اوبن سيركت عند درجه حراره 75
وصل إلى 17.74 فولت، يعني قل من 21.7 إلى 17.7. شايفين قل قد إيه؟ قل 4 درجات، 4 فولت. تمام، ده كده بيبين تأثير التغير أو تأثير الحرارة على تغير الأوبن سيركت فولتج في الكاركترستكس بتاعة الأي في للسولار سيل بتاعتي. كمان في عندك تأثير تاني، لو بنتكلم بقى على تأثير الراديشن، فالراديشن بتاعي ده تاني عامل من العوامل، زي ما شفنا درجة الحرارة إن لما بتزيد ده بيبقى حاجة مش كويسة لأنه بيقلل الأوبن سيركت فولتج، لكن هنا الراديشن من الحاجات اللي أنا بحب إن هي تكون زيادة، لأن كل ما زاد الراديشن عندي كل ما زاد كمية التيار الكهربي أو كمية الشحنات اللي هقدر أخرجها من البي في أو من الموديول بتاعي. فده هنا الكيرف اللي قدامك بيبين لك ثلاث تأثيرات أو ثلاث درجات من الراديشن، يعني اللي باللون الأزرق ده كان عند مثلا راديشن 1000 وات بير متر سكوير، هنا مثلا عند 1200 وات بير متر سكوير، هنا عند مثلا 1500 وات بير متر سكوير. ده الراديشن، طبعا الراديشن زي ما قلت لك اليونتس بتاعتها وات بير متر سكوير. فكل ما زاد الراديشن كل ما زاد الشورت سيركت كارنت بتاعي. تمام، فعشان كده احنا هنا بنلخص برضو العلاقه دي، ان الاي شورت سيركت عند اي راديشن بيساوي الاي شورت سيركت عند الاس تي سي عند الستاندرد تيستنج كونديشن. فاكرين الستاندرد تيستنج كونديشن كان بكام؟ كان عند 1 كيلو وات بير متر سكوير. خلاص، عشان كده هنا الاي شورت سيركت عند الاس تي سي هيكون مضروب في الراديشن بتاعتي اللي انا عايز احسب عندها مقسومه على 1، الواحد ده هو الكونديشن بتاع ايه؟ بتاع الاس تي سي اللي هو 1 كيلو وات بير متر سكوير. فهنا مثال بيقول لك لو انا عايز احسب الشورت سيركت عند الراديشن 0.8 كيلو وات بير متر سكوير فهيساوي كام؟ لو كان الشورت سيركت عند الاس تي سي ب 7.5 امبير. طبعا واضح ان الراديشن قل فاكيد الشورت سيركت ماله؟ هيقل، علاقه طرديه، كل ما الراديشن زاد كل ما ايه؟ ما الاي شورت سيركت زاد، كل ما الراديشن قل كل ما الشورت سيركت ماله يقل. فالاي شورت سيركت عند 0.8 اللي انا عايز احسب عندها الراديشن 0.8 كيلو وات بير متر سكوير بيساوي الاي شورت سيركت عند الاس تي سي كونديشن اللي هو الراجل مدوني بكام؟ 7.5 مضروب في الراديشن اللي انا عايز احسب عندها اللي هي 0.8 كيلو وات بير متر سكوير مقسومه على الواحد اللي هو الاس تي سي كونديشن 1 كيلو وات بير متر سكوير، يطلع 7.5 في 0.8 يطلع 6 امبير. يبقى لما الراديشن بتاعي قل من 1 الى 0.8 الاي شورت سيركت قل من 7.5 لكام؟ ل 6 امبير. احنا كده شفنا تاثير درجه الحراره وتاثير الراديشن على الاي في كاركترستكس بتاعت السيركت. ده بقى الرسمه توضيحيه بتبين لك مدى الافكت اوف الشادو، يعني لو في ظل جه على جزء من السل، لو دي كانت السل بتاعتي اهي وده الكاركترستكس بتاعتها، بتطلع تيار 5 امبير وفولت اوبن سيركت 0.6 فولت. فلو جه عليها جزء من الشم من الظل اللي هو متهشر هنا باللون الغامق ده، هلاقي ان التيار هو اللي بيقل بس الايه؟ الفولت هيفضل ثابت. نفس الكلام لو ده موديول بيطلع برضه 5 امبير بس الجهد 21.6 في اوبن سيركت، لو جه جزء عليه ظل من الخلايا هلاقي ان التيار هو اللي بيقل لكن الفولت بيفضل ثابت. فيبقى احنا كده اتعلمنا مع بعض تاثير درجه الحراره، تاثير الراديشن على السولار سيلز بتاعتي. وده هيكون ان شاء الله اخر حاجه نتكلم عليها في المحاضره، واحنا كده لخصنا بعض الحاجات الرئيسية في السولار أو الفوتوفولتيك بلانت أو البي في بلانت. أتمنى تكون سهلة وبسيطة. شكرا.